ونقول الو. ايوه الو، مساء الخير. مساء الورد، ازاي حضرتك؟ يسعد مساك يا رب وايامك كلها يا رب. انا وانت ازاي حضرتك؟ تمام. كله تمام؟ كله تمام، طمنيني عليك. ماشي الحال. والله الموضوع بتاع حضرتك مش عارفة اقول لك، يعني واقعي جدا، وكل واحد فينا بيعيشه بطريقة. ساعات واحد بيبقى ليه امنيات معينة بس نصيبه بيمشي في اتجاه تاني خالص. وسبحان الله ربنا بيبقى في الاخر مدبرها بالحلو. يعني انا يعني انا شخص، يعني انا ربنا ما قسمليش ان انا بقى موفقة في الحياة الزوجية. بس عندي ولدين، ربنا يبارك لي فيهم يا رب، وربنا كرمني في شغلي قوي ويعني وكرمني في اصحابي جدا الحمد لله. فعندي برضو يعني مجتمع، عندي كوميونتي، مش اللي هو عشان في حته وقعت الدنيا كلها بايظه، لا خالص بالعكس. وربنا دبرها بالحلو. يعني قد يكون الانفصال ده مش يعني مش قد يكون يعني سبحان الله الحمد لله الانفصال ده كان في صالح الابناء اكتر من ان هو لو كان الاب والام قعدوا مع بعض. جيتي في وقت وقلتي ليه وشمعنا وفي ناس متجوزة ومتهنية وليه لا انا، لغاية ما وصلت للمرحلة اللي انت فيها. بص لو حد قالك غير كده يبقى كذاب، لان احنا بشر. ايوه احنا بشر. قولي انت ممكن تقعد تتفرج وتبص تقول طب ايه الفرق، طب مش عارف ايه، وفي الاخر تلاقي ان بالعكس يمكن الطرف الثاني اللي انت بتقول هو عنده انا ما عنديش بيبص لك انت ويقول ما هو هو عنده. يعني حتى لو انت بتبص لحد عنده كل حاجه قد يكون الشخص ده مش سعيد نفسه. حصلت لي قبل كده وانت قاعده مع واحده قالت لك ما انت عندك وعندك وعندك. يا نهار احوس، انا مش عايز اقول لك، ده انا بتتقال لي في وشي كده يا راختك انك متطلقه يا راختك كده بالظبط. ربنا حتى الطلاق يا عم بناخد عليه عين، حاجه غريبه. طب ومن منطلق ان انت ما عندكيش حد بيتطلب منك التزامات، وفكره ان انت عندك احلى حاجه في الجواز وهي الخلفه، ده اللي بالعكس انا عندي التزامات فظيعه، لان انا اللي بلعب الدورين، انا اللي باخد بالي من ولادي، انا الاب والام. بالعكس انا التزاماتي اكبر، مسؤوليتي اكبر. مش سائلها خالص، بس الحقيقة لما بيحطها بيبوظ الدنيا اكتر. فخليك سائلها احسن يا خليك كده على جنب، احنا كده نفكر مجهودك معانا. طيب بالظبط، كتر خيرك، كفايه انك مش فاكرين. يعني اسلوبك في رضا واسلوبك باين ان انت يا رب دايما يا رب اتعلمت الرضا. مين اللي علمك الرضا؟ هل مواقف حياتيه؟ هل دعم من الاهل؟ هل ايه؟ اصل ده منظور البني ادم يبتدي يبص منه، وهو فكره ايه؟ انا الحمد لله انا كده اخدت كل حاجه بالطريقه اللي ربنا عايزني اخدها في الدنيا. بص اقول لك، هي اساسا بتبقى يعني انت اتربيت انك بقناعه الحمد لله على اللي عندي، انا بص على غيري ليه؟ بالعكس هتمنى له الخير عشان لما هتمناه له هيجيب. بس برضو لما بتكبر وباي ايج انت في حاجات كتيره بتحس ان لا، يعني يمكن انا لو كنت اخدت الحاجه دي اللي ربنا ما ادهانيش انا كانت الدنيا هتبقى عندي اوحش. ربنا عارف، ربنا بيدبرها حلو، بتبقى قناعه بقى. فعلا حقيقي يعني. طيب قولي لي بقى، في الشغل البني ادم الطموح، وانت شكلك طموحه كده عندك طاقه مطلعه في الشغل، اخبارها ايه؟ بص انا عايز اقول لك على حاجه، الشغل ده بقى الحته اللي احنا بنتكلم فيها على حته الرضا مهمه جدا جدا، لان اللي ما بيبقوش راضيين للاسف نفسنا تلاقي، قله ادب تلاقي، غدر تلاقي، كل حاجه تلاقي ليه، خصوصا لما بتبقى في مؤسسات كبيره فيها اللي بيترقى وفيها اللي بياخد فلوس اكتر من الثاني وكده. كل واحد ياخد رزقه، قد اكون انا اشطر منك واعرف عنك في الشغل وبعمل حاجات كتيره قوي وانت ما بتعملش نص اللي انا بعمله. بس ربنا قسم لك رزق اكتر مني. لو انا فضلت في دماغي انا بشتغل وده ما بيشتغلش وده بياخد وانا ما باخدش، لا هنتج ولا هبقى كويسه ولا هبقى راضيه وهبقى منفسنة على كل اللي حواليا. لان انا بجد جالي فتره اتضايقت من الحكايه دي، فلان ده ولا فلانه دي ما بيعرفوش نص اللي انا بعرفه. ومع ذلك ده في كذا وده في كذا، وبعد كده زعلت من روحي قوي بيني وبينك، وقعدت استغفر ربنا اقول ليه ده، هو ربنا مقسمها يعني مثلا فلانه عندها كذا بس ما عندهاش مثلا زي عيالي انا فرحانه بيهم، او ربنا انت هتتفرني بقى وقعدت لا فكرت فيها. ما طبعا لازم اللي يقول لك غير كده يبقى كذاب. والله يعني لا عارف، لما حسيت عند بوينت معينه ان ده غلط اللي انا بعمله ده وقعدت فكرت بالعكس ده انا عندي زي فول، كفايه ستر الله الحمد لله. والستر ده مش بفلوس ولا باي حاجه خالص. الله عليكي، الله عليكي. انا هسيبك بقى في اللحظه الحلوه دي، الاغنيه الجايه ديت ليكي.
ايه ايوه رايك؟ بس هات لي اغنيه حلوه. طب اهي